السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع دوت عامل زي ميد جورني، بيحول الكتابة اللي انت هتكتبها لصور، يعني ممكن تقول له انا عايز بومة فيعمل لك البومة بالشكل دوت. طيب ميزة الموقع ده ايه؟ الموقع دوت ميزته ان هو هنخش على البرايسنج وهندخل على النسخة الفري، يعني انت مش هتدفع فلوس. ميد جورني قفلت النسخة التجريبية للحسابات الجديدة، هتلاقي النسخة اللي هي المجانية بيديك كل يوم 24 كريدت، يعني تقدر تعمل تقريبا في 11 صور كل يوم. طيب تعال بقى نقول له كرييت ونعمل حساب. لو انت عايز تعمل حساب هتلاقي الموضوع سهل. طيب هتقول له لوج ان او ساين اب، ممكن تخش بالديسكورد، ممكن تخش بجوجل زي ما انت عايز. فهو مديني هنا 50 كريدت ليفت، وكل يوم يديك تقريبا 24 كريدت، فعندك الحساب مفتوح يعتبر. طيب اول حاجه هنا بتلاقيها جنريت، اديت لو انت هتعدل، انهانس لو انت عايز تحسن صورة، تمام؟ فممكن تعمل اديت للصورة او تعمل لها انهانس. طيب دي بقى كذا موديل بنقدر نشتغل بيه، ده مثلا ستايل، ده ستايل تاني، ده ستايل تالت. طيب مش هنغير الستايل دلوقتي، هنا دي الحاجة اللي احنا عايزينها. تقدر تكتب هنا الوصف اللي انت عايزه للصورة، وتقدر تاخدها من ميد جورني، تقدر ان انت في مواقع متخصصة بتديك برومت جاهز او تديله صورة هو يقول لك البرومت. ده النيجاتيف برومت. يعني ايه نيجاتيف برومت؟ يعني بيقول لك ايه الكلمات اللي انت مش عايزها تبقى موجودة في الصورة، زي مثلا لو كواليتي، مش عايز الصورة تكون الجودة بتاعتها قليلة. طيب هنا ممكن ترفع انت صورة وهو يبدأ ان هو يكون لك صورة من عايزها، يعني انت ممكن ترفع الصورة بتاعتك وتقول له انا عايز احط الصورة دي في فيلم مثلا حرب النجوم حاجات زي كده. بيقول لك انت عايز الوصف ده يطلع لك كام صورة؟ طيب هنا هيطلع لك، هياخد منك 10 كريدت لان عامل لك 5 صور. ممكن اقول له صوره واحده فهو يخسر منك 2.2 كريدت. طيب الاسبكت راتيو اللي هو هنا برومت ولا لاند سكيب، بورتري ولا لاند سكيب ولا سكوير، اللي هو النسبه بتاعت الصوره. طيب هقول له كون لي صوره، فعمل لي صوره هيت واحد عربي بيحارب بالسيف. فممكن ان انت ايه تعمل صور زي كده كتير. طيب كل اللي احنا نعمله بقى بعد كده ممكن تقول له انهانسد، انا عايز احسن الصوره، ممكن تحطها في الفيفوريت، تمام. طيب خلينا نرفع، نخش هنا ممكن تستخدم الصوره دي تاني، يعني انت عايز تحط تفاصيل تانيه فتقول له انا عايز استخدم الصوره دي في حته تانيه ريوز، وممكن تقول له انهانس او اديت انهانس. طب انت ممكن تقول له انا عايز اكبر الصوره دي مرتين او 4 مرات، عايز تعمل فيكس للصوره، تحسن الفيس الوجوه، تحسين للوجوه، فتقول له ماشي مع ان مفيش ولا وجه بينهم واضح. طيب خلينا نقول له مثلا نعمل صوره بشكل اخر، طيب هنا مثلا عندي ممكن اقول له انا عايز مثلا بالشكل دوت، ده الستايل اللي انا هشتغل بيه، واقول له اعمل لي صوره ثانيه. طبعا ممكن تقول له انا عايز 4 صور وتختار منهم، دي مثلا اعملها لك اهيت. ممكن تقول له لا ده انا عايز ستايل اخر، وتقدر تعدل في الكلام اللي مكتوب لحد ما توصل اللي انت عايزه. ده ستايل اخر. ممكن تقول له مثلا عايز قطة، عايز كذا. لسه عندنا كريدت كتيرة جدا نقدر احنا نعدل فيها، فاحنا قدرنا نعمل صور كتير. ممكن ارفع صورة ليا واقول له عدل لي على الصورة ديت لو انا عايز. ممكن اي صورة فيهم اجي هنا واقول له انا عايز اعمل ايديت على الصورة، وتقدر ان انت تعدل على الخصائص بتاعتها. اي صورة فيها بتدوس عليها بيبدأ ان هو يكبرها لك بحيث ان انت تقدر تعدل فيها. ممكن تقول له خليها برومت بابليك كده الناس كلها شايفاها، او تخليها خاصة ليك. ممكن تعمل لها داونلود لو انت حابب تحتفظ بيها على الجهاز بتاعك كده. انا بعمل لها سيف بحيث تبقى عندي على الجهاز، وممكن تنسخها بحيث ان انت عايز تعمل بيها حاجة تانية، تستخدمها في ان انت تعمل صورة جديدة. طيب هرجع هنا للكرييت،
طيب بما ان احنا عندنا لسه صور، ممكن اجي هنا اقول له انا عايز سوبر مان فايت دونالد، ولازم اقول له ضغط بدل ما افتكر دولة ترامب. تمام، ونشوفه هيعملها ازاي. طيب ممكن نسيب نفس الستايل ما نعدلش فيه، ونشوف الصورة تبقى عاملة ازاي. طيب ممكن تقول له لا ده انا عايز صورة تانية بستايل اخر، ونشوف هيكونها لنا ازاي. هو حاط لنا سوبر مان على هيئة بط، اه حطينا بقى البط على هيئة سوبر مان. اه حطهم بشكل، فتقدر ان انت تخترع صور كتيرة جدا. عندنا كذا ستايل نقدر ان احنا نجربه. انا الستايل ده الصراحة عايز اجربه. اه طيب خلينا نغير الستايل. ستيبل فيجن جربته قبل كده كان حلو. طيب خلينا نجرب ستيبل فيجن. فيعتبر ده اكتر موقع لقيته قريب من ميد جورني او بداية كويسة، ومثل ان هو كل يوم هيديك نوع جديدة، فتقدر انت تجرب براحتك زي ما انت عايز. ومثل ان هو سريع ما بتضيعش الحاجة اللي انت كاتبها في وسط الكلام الناس تاني كاتباه. ده انمي مثلا، لو انت عايز على شكل انمي اهوت، هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو. اتمنى الموقع يعجبكم.